السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيان عاجل من السودان بشأن سد النهضة. أثيوبيا تستعد لبدء التخزين الثالث، وخبير يوضح الموعد وكميات المياه المتوقعة. قالت وزارة الخارجية السودانية أنها تابعت بقلق التصريحات غير المسؤولة لمدير سد النهضة في أثيوبيا، والتي تجاهل فيها موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث. وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم السبت 28/5/2022، لعل من المدهش عدم اكتراس المسؤول الأثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني، رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث، مما يشير إلى أن أثيوبيا تريد المضي قدما في مواقفها الأحادية السابقة. وأكدت الخارجية السودانية ضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود وعملية التفاوض الجارية التي تحافظ على الأطراف الثلاثة ببغية الوصول لتسوية شاملة للأزمة. سد النهضة تحقق المصالح المشتركة حتى لا تتحول نعمة السد إلى نقمة مجددة. التأكيد على حق أثيوبيا في التنمية، ولكن دون أحداث أضرار ذات شأن بالسودان، كما ترفض التصريحات التي أدلى بها مدير سد النهضة لأنها تسمم الأجواء الإيجابية التي سارت خلال الأشهر القليلة الماضية، وتزيد من حدة التوتر للعلاقات بين البلدين، وتمثل خرقا للاتفاقات السابقة ونقوصا عن مقترح السودان الداعي للالتزام بالرباعية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي والبنك الدولي على عملية التفاوض. وطلبت الخارجية السودانية المسؤولون الأثيوبيين بالكف عن مثل هذه التصريحات غير المنضبطة، والالتزام بمبادئ الدبلوماسية عبر الحوار والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاثة بشأن سد النهضة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.